الجمال وهذه المتعة. اوقف لنا يا مخرج، اوقف واترك المباراة. تدرين تدرين ايش وقت من عندك نجوز لما نلقى مثلك وبصفاتك؟ عرفتك ناس كم لفة الشال من شورة جفوفك من حالاتك؟ عليك ام الحسن بس انت بالبيت لو عندك بعد وحدة بحالاتك. اذا عندك خوات الباب قفليه يا عم، نموت اذا طلع عن خواتك. يا الله يا لهذا الجمال وهذه المتعة الحاضرة بملعب الشاب الدولي. لكن عادت كرة من مازن فياض. مازن فياض يا مازن، مازن فياض. نعم اعدنا للمدرجات، دعنا نشاهد الجنس اللطيف في هذه الليلة الجميلة. يا الله قلبي قلبي لا يحتمل يا مخرج، قلبي لا يحتمل يا مخرج. خلاص لربما ترتفع نسبة السكر. دعنا بالمباراة واحداث المباراة. هذه كرة طالت والخطأ خطأ لمصلحة نادي نفط الوسط بهذه اللحظات.